ليش يا جيسي؟ لأنه ابني ناجي تركك يا عمو؟ ايه عمو موسى، صارنا سنتين منحب بعض، صارنا سنتين منظهر مع بعض، فجأة بيجي بيقول لي جيسي أنا ما بقى بدي أظهر معك. ما تبكي يا حبيبتي، ناجي مغلوب على أمره، ناجي أنا بعطيه مصروفه، وبصراحة ظهراته معك عم تكلفني كتير يا عمو. أنا؟ أنت قلت له يتركني عمو موسى؟ إيه يا عمو، كل ما بده يظهرك ناجي بياخد مني 100 دولار، عم تظهروا 3 مرات بالجمعة، يعني ظهراته معك عم تكلفني أكثر من 1200 دولار بالشهر، فما عدت قادر أدفع هالقد يا عمو. يعني ناجي تركني لأنه أنت طلبت منه؟ طب كيف قنعته؟ كيف قنعته؟ ناجي ناجي، تعا بابا. خير بابا، بك شي؟ ناجي، مين هودي؟ هيدي فواتن وهيدي ابتهال. شلونك يا أمورة؟ هلا أنت صاحبته الأولانية لناجي؟ شكلها مو بطال مو؟